السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعين الورشة في كل مكان. طبعا أنتم متعودين من القناة إن كل فترة بيبعت حد من زمايلنا الفنيين والمهندسين يقولوا إحنا هنشرح كذا وخدوا انشروا لزملائنا، متعودين أنتم مني على الموضوع ده. وقلنا إن إحنا عاوزين ننشر فكرة إن كل اللي عنده معلومة يقدمها لغيره ويعلم غيره، لان ده ثواب كبير. وعاوزين بقى نطلع من جو الفيسبوك ده بتاع ايه، بتاع زمايلنا اللي بيقعدوا يقولوا قناة اليوتيوب خربت بيتنا والارزاق بتنزل من السماء. وفعلا بدأ يستجيب ناس كتير للمبادرة دي، وما شاء الله بقى عندنا عدد كبير من الفيديوهات بالمنظر ده، كلها افكار جديدة وافكار شخصية الناس. يعني واحد عمل تعديل على البوري، واحد عمل تعديل على انبوبة الاكسجين، واحد عمل لحام بمادة زرع القشاير، واحد تاني عمل لحام لماسورة النحاس مع الأمونيوم بفكرة مبتكرة محدش كان يعرفها. المهم الحاجات دي جميلة جدا، لكن اللي حصل النهاردة شيء غريب جدا 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 جدا، أكتر وأكتر وأكتر. النهاردة لقيت حد بعت لي على الواتس بيقول لي يا أستاذ أنا هبعت لك فيديو عن عملية اختبار أو تشغيل الضغط مباشر. انا بصراحة يعني تشغيل الضغط مباشر حاجة سهلة، يعني حتى انا في الاول افتكرته بيسألني، فقلت حاجة سهلة يعني الناس كلها عارفاها. بس انا من عادتي ان ما بحبش اقول لحد لا، يعني هقول له لا وعاوز يعلم الناس يعني، بس انا شايف انها حاجة سهلة. بس قلت له ماشي ابعت لي الفيديو. بعته وهنا كانت المفاجأة يا جماعة. الفيديو اللي قدامكم اللي هتشوفوه دلوقتي كانت المفاجأة. الفيديو لإنسان فاقد البصر بيحاول يعلم الناس اللي عندها بصر إزاي توصل موتور التلاجة مباشر. الجمال هنا، طب ما تيجي تشوفوا الفيديو الأول وبعدين نتكلم. شوفوا الفيديو الحين. هذا يركب في الستارت، أكيد السويتش يركب في الستارت، وهذا يركب في الرني. أوكي ركب. ركبه في وينها؟ في كومبريسر. الليلة هذا الاوفرلود زينة؟ زين. لو ركبناه في الاوفرلود زين. الحين يا طويل العمر هذا الستارت، والستارت يكون اللي داخل، فهذا ركبناه في الستارت. الثاني اللي وياه هذا يركب في الرنك، فركبنا اوكي ركبنا في الرنك خلاص. شغلة؟ شغل. الحين عشان تشغل هذا بس السويتش ركبت هذا لك وعندك له. شغلة؟ يلا ما اشتغل. زي ما شفتوا في الفيديو كده، عم سيد واسمه عم سيد، هو من البحرين، من دولة البحرين، بيحاول يعلمكم ويعلمني ويعلم الناس كلها ازاي نوصل موتور التلاجة توصيل مباشر. عم سيد كان لما سألت على قصته بقى عرفت ان هو كان عنده الاول حاجة اسمها مش عارف ايه ليلي، وبعدين اتطور الموضوع لحد ما لكن مش قادر يبطل الصنعة، فبيستعين بحد قريبه اللي هو مصور الفيديو على فكرة، واللي هو بعت لي الفيديو، ومستعين بيه عشان هو يكون عينه اللي يشوف بيها ويشتغل معاه. حتى زميله ده او قريبه ده بيروح له الساعة 3 العصر زي ما قال لي عشان يبدأوا شغل كل يوم مع بعض. الموضوع مش صغير على فكرة، الموضوع كبير قوي. الموضوع انك انت حد يعني عاوز يعلم الناس، هو في الظروف دي ده مش كده بس، ده وعدني في فيديو تاني هيجيلي بكرة
يعني اللي زي فرق ما بين تايمر التلاجة توشيبا وتايمر التلاجة الشارب. فما شاء الله ما شاء الله الخير فيه وفي أمتي إلى أن تقوم الساعة، ده أولا. ثانيا يا رب يكون ده مثال للناس اللي بتشوف وبتقول لنا ما تعلموش حد. يا رب تفهموا بقى، يفهموا بقى، رزقك هينزل من السماء وكده كده هيتقطعه، يعني كده كده القرار الجديد ده هيأثر على الناس كلها لو اتطبق. ما معرفش هيتطبق ولا مش هيتطبق، لكن افهموا. واحد بنقول، واحد ضرير بيقول علم الناس. انتوا بتطلبوا مننا على صفحات الفيس ما نعلمش حد، لا ده انتوا خربتوا الدنيا. ده احنا مش بنعلم من الناس، احنا بنعلم زمايلكم، وقلنا الكلام ده كتير يا جماعة. قناتنا او اغلب القنوات على اليوتيوب الا قليل بتعلم الفني، مش بتعلم العميل، لكن انتوا برضو مصممين. فالموضوع يا جماعة مش زي ما انتوا متخيلين. الموضوع ان فيه ان هو خير جواك، اذا جواك هيطلع على الناس، اذا الشر اللي جواك هو برضو اللي هيطلع على الناس. فالمهم انت جواك ايه. فانا مش عارف اقول ايه تاني بصراحة، الموضوع يعني كبير قوي لدرجة ان انا مش عارف اتكلم عليه، حد بحجم انا اللي اتكلم عليه. فانا بصراحة حبيت ان اقوله ليكم، وانا بدعي للراجل ده، عم سيد الراجل البحريني المحترم ده، شكرا ليكم. واحنا في قناة الورشة يعني سعداء جدا بيه، وهو يعني اذا هو فعلا بيتمنى او بيطلب صدقتي، ده انا اللي بتمنى صدقته والله. وانا لو اعرف اروح له البحرين مخصوص هروح له البحرين مخصوص. شكرا لكم يا جماعة دعمكم لينا، وشكرا لعم سيد بالذات. ان شاء الله وعدني في فيديو تاني، هنستضيفه يعني تاني، هنجيب له فيديو تاني على القناة. وربنا يديك الصحة يا رب ويبارك فيك، وانت مثال كويس للانسان اللي بياكل من عمل ايده. نبي الله داود كان بياكل من عمل يده، يعني في الحديث الشريف. انا مش عاوز اتكلم كتير عشان ما بوصي الموضوع، لان الموضوع فعلا يعني انا زي ما قلت كده الموضوع اكبر من ان انا بحجم ده اللي اتكلم عليه. فكفاية انا مش هتكلم عليه تاني. انتوا بقى عيشوا، وانا عاوزك تسرح بخيالك كده وتعيش، عيش مع نفسك وشوف اللي حصل ده ايه بالظبط. ان واحد بيطلب يعلم الناس، والناس اللي تمام بتطلب انك ما تعلمش الناس. يلا اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.